بسم الله الرحمن الرحيم. متتبعي قناة خلاص عبد القادر، مرحبا بكم، تنطلقوا من جديد في حلقة جديدة. وعياو الحساد ديال المغرب ما يحاولوا ينتصروا علينا بالطرق ديالهم وبالسياسات ديالهم. عياو راكم تتشوفوا شنو وقع هاد الايام ما بيننا وبين المغرب وما بيننا وبين اسبانيا. عياو ولكن ما قدا والو، اللهم لك الحمد. كل خطة تيديروها إلا وتتفشل بإذن الله. إني أنصركم الله فلا غالب لكم، وتنقول العمال ديالنا الخارج راكم غترجعوا بلادكم إن شاء الله، ورا الوراق أو التذاكر ديال السفر راها رخيصة الحمد لله، وداك الغلا اللي كنتو تسمعوا راه ما كاين شيء، والطيارة باقي في الثمن ديالهم، والبواخر باقي في الثمن ديالهم كما كانوا قبل كونفينمون. ورا سيدنا عطى التعليمات ديالو باش الامور تمشي كما بغينا وكما بغاو المغاربه جميعا وكما بغاو الناس ديال الجاليه ديالنا في الخارج. وغترجعوا ان شاء الله عند وليداتكم بخير ولا خير، عند الاهل ديالكم بخير ولا خير، وحنا تنتسناكم وتنتسناكم وتنتسناكم، واللهم لك الحمد. الحلقه ديال اليوم، عندي واحد الصديق ديالي كان رئيسا لي، رئيس قضائي، واصبح صديقا لي. هذا أستاذ محامي، الآن هو محامي أخذ الاختصاص ديالو محامي الشركات. وهذا السيد كان قبل كان نائب ديال السيد الوكيل العام من مدينة قنيطرة، أي نائب السيد الوكيل العام محكمة السيناف ديال قنيطرة. وهو معروف وتعرفوا البوليس اللي خدموا معاه والدركي اللي خدموا معاه، وتعرفوا بزاف الموظفين اللي خدموا معاه والمواطنين اللي تعرفوه. سميتو الأستاذ بنو حداش، رجل كان من دوك الفطالحة وكان من دوك الجلادياتور ديال المحكمة السيناب ديال القنيطرة. هو معروف معروف بالجدية ديالو بالمعقول ديالو وبالبحث ديالو. كان راجل تيعمق البحث في أي قضية، تيعمق البحث وتيعجبو يعمق البحث، ودوز حياته مزيانة الحمد لله، وربانا وعلمنا ورشدنا في وقت اللي كنا خدامين معاه ونفعنا. وكان كان عنده فيا واحد الثقة كبيرة، لأن أنا أعوذ بالله قلت أنا ما تنزكيش نفسي، ولكن كنت واحد الرجل تنبغي تعميق البحث وتنبحث في ليزافير اللي كانوا عندي، وكنبحث فيهم مزيان في الشروط القضائية، تنبغي نعرف الحقيقة بصح ماشي تنلافير دي زغي وكذا. وكان هو ملاحظ في هذه القضية هذه، ولما كنت أنا في فرقة ديال محاربة العصابات هنا في قنيطرة في حدادة، عرفت يعرفوها الناس في قنيطرة، وكان تيعطيني تعميق البحث. كانت عند بعض القضايا اللي فيها لبس ولا فيها شي كلمة كذا كذا تيعاود يجيبها ليا في سميتي، تيجيبها باش نعاود نعمق فيها البحث. وكانت هاد لافير هادي اللي غنعاودها لكم دابا اللي وقعت، كانت خدمتها الشرطة ديال وزان، وكان السيد المعني بأمر غيتقدم الابتدائية ديال وزان، ولكن السيد بن حجاج بالفطنة ديالو استطاع باش يرد القضية لمحكمة الاستئناف وباش يكلفني بها. شناهي هاد القضية باش تتعلق نحكيها لكم. واحد السيد مدينة وزان بيع شراي، تيبيع في السواق، التجارة ديالو رابحة وغادي مزيان مع راسو، وتنتقل من سوق لسوق، تيمشي سوق اثنين سوق الحد سوق الاربع سوق الخميس سوق كذا، وتيهضر لدارو. الأسواق اللي هما قريبة لدارو تيرجع يبات في دارو، الأسواق اللي بعاد من دارو تيبات عند شي أصدقائه تما، عاد تيعاود يجي من بعد. والسيمانة كلها تيدور في الأسواق، إلا نهار الجمعة تيجلس في دارو ما تيمشي شي. راك تتعرفوا الناس اللي تيمشيو للأسواق مساكن الله يحسن العوان، راه السيمانة كلهم سوق لسوق. هذا الرجل التجارة ديالو كانت رابحة، خدام مزيان، تيعرف يبيع ويشري. كان عايش في وزان هو ومرته وبنته، ثلاثة ما معاهم حتى شي حد. مرته مزيانة مع جيرانها، هو مزيان مع الأصحاب ديالو. الأهل ديال مرته ما كاينينش تما، كاينة واحد ختها في تيفلت، ختها خت مراته في تيفلت، مجوجة بوليدها حتى عندها واحد ولدها كبير في العمر، عند واحد 35 بحال هكا 40، وما مجوز شي. ولكن دري شويه فاشل في الحياه ديالو، عنده شي مستوى ثقافي ماشي موظف، تيخربق كيما تيقولوا، تيخرم هنا وهنا، مره يسمسر في الطوموبيل، مره يدير شي بيع وشريا، مره داكشي عنده ما غادي شي. وهمو كانت تقول له ديما علاش ما تجوج بنت خالتك اللي في وزان، تجوج بنت خالتك باه راك شتي بيع وشراي وتيمشي للسواق،
وواحد المره شحال من مره قال لك اودي شنو غيعاوني وخدم معايا وتخدم معاه وتكون بخير. علاش انت دابا بحال بيطالي شبه بيطالي ما تدير والو؟ علاش وانت شو كبرتي في العمر؟ كان تيقول لي لا انا ما غنجوش بنت خالتي، انا عندي اللي غنجوز. حيت هو كانت عنده واحد خيتي خليله ديالو تعيش معها تمشي معها عند الدار ديالها قابله عليه، ما مجوزش عليه ولكن قابله عليه ودار منها خليله صاحبته، وما بغاش يتزوج بنت خالو وما عنده شيء، بنت خالته عفوا ما عنده شيء. ولكن لما تمشي تزور هو ديك خالته فوازان تزورها، من تمشي عندها تمشي غير لغرضو. شنو هو غرضو؟ لان داك راجل خالته راجل مزيان وعنده دخل مزيان من السوق، وكان فيما تيجي تعرف حالته تعرف ما عنده شيء تدور معاه تتهلا فيه مزيان فيما تيجي، مره في شهر مره في 20 يوم تطلع عليهم، هذاك تيعرف هذاك تيمشي يطلع عليهم باش يدبر راسه، وداك الراجل تيفهمهم اش كاين جا تيقول راه ما عنده شيء تدور معاه. مره تيجي بوحدو مره تيجي مع عمو، لاحظ هو الوقت اللي تيمشي عند داك الراجل الوزان لاحظ واحد القضيه، من تيجي الراجل من السوق ديما تيسلم عليهم لاباس بخير مرحبا مرحبا ترحب بيه بمو ترحب بيهم، لما تيجي من السوق ديما تيجي مع الحيمات وكذا تعرفوا الناس السواقه تيجيبو من تيجي من السوق تيجي مع الحامل تيجي مع الخضره تيجي مع هذا تيجي مع هذا، بحال ديك كما تيقولوا ديك الشكاره ديال ديك القفه ديال القراب، تعرفوا شنو هي القفه ديال القراب؟ راه تعرفوها الناس ديال الغرب تعرفوها، بعد الناس ماشي من غير الغرب تعرفوها، القفه ديال القراب 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 اللي تيبيع الماء في السوق تا هو تيكون عنده واحد القفه، لما تيقرب السوق يسالي العاده والتقاليد والعرف ديالنا حنا المغاربه، القراب في السوق من تيقرب السوق يسالي في العشيه بون هو تيكون تيبيع الماء مثلا الماء 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 تيبيع الماء اللي تيشرب تيعطيه شي حاجه تيشرب تيعطيه شي حاجه، ولكن دوك الخضاره ودوك الكزاله ودوك البيع وشري السوق ما تيخلصوش، تيدوز قدام وغير نشرب تيعطيه ويشرب، ولكن من تيسالي السوق بالعشيه تيدوز عليه بواحد القفه، كل واحد تيرمي ليه، هذا عنده البطاطا تيرمي ليه بطاطا، هذا مطيشه تيرمي ليه مطيشه، هذا عنده حلوى، الاخر تيرمي ليه الحيمات، الاخر تيرمي ليه الملحه، الاخر كاع دوك اللي تيعرفوه، وتتكون تتسمى القفه ديال القراب، القفه ديال القراب تكون كوكتيل فيها مخلطه. حتى داك الراجل كان تاهو تيجيب داكشي مخلط في العشيه، غادي دخلنا غير كخرجه باش نعرفوا الشباب ديالهم شنو هي القفه ديال القراب، تيكون في واحد الكوكتيل مجموع فيها كاع داكشي اللي في السوق، كاع دوك الناس يعطيهم يشربوا من بيع وشرايه، حتى داك الراجل كل عشيه تيجيب الحيمات من السوق، تيجيب خضيره، وكانت حياته سعيده وغادي مزيان، وكانت تعرف مرتو تتقول لي راه غاتجي عندنا فلانه وغايجي ولدها اختي، هي حيت عندها حتى هي غير اختها، غاتجي اختها وغايجي ولدها معاها ولا غايجي راجلها، تيجي وديما تيرحب بهم. ولكن ذاك الولد كان تيبقى يشوف تيلاحظ تيلاحظ بان الشريف من تيجي من السوق تيدخل تيسلم عليهم تيتوضا تيصلي، ولا قبل ما يتوضا يصلي تيدخل لواحد البيت خاص به، تيقول المراه دوك السويرتات تتعطيه الساروت ديال بيته وملاصق معاه واحد الساروت ديال واحد الماريو، تيحل بيته تيدخل تيسد عليه وتيحل الماريو، الاخر غير تيشوف فيه فاش تيجي عارف القاعده ديالو، تيجي تقول لمرتي ارو السوارت، مرتو عندها السوارت معلقين في البلاصه تجبدهم ليه تتمدهم ليه، تيحل البيت تيحل الماريو، مره اخرى تيجي من السوق لا كان الاخر تما عندهم ضيف، تجي مرة تسوق السوارت تجبدهم ليه تمدهم ليه تيحل تيدخل الداخل تيدخل الداخل تيتعطل تيخرج عندهم لاباس بخير كثير نتوما، الاخر تعرف بانه تيدخل الداخل باش يبدل حوايجو باش يحط الفلوس اللي عنده، عارف بان الحاج عنده الفلوس، حتى من تيبغي يمشي ونهار تيبغي يمشي في حالته الحاج تيقول لي غنمشيو غنمشيو دابا وجلسوا معنا شويه، لا والله الا غنمشيو والله الا مشغولين حتى انا عندي شغل، ايوا بلاتي تيدخل لذاك البيت، من تيدخل لذاك البيت تيجبد دوك الفلوس تيدور مع اختها اخت مراته تيدور مع هو الاخر، عارف بان ذاك البيت فيه الفلوس، هي سمعهم باش يتزوج بنت خالته، وهي مع ذاك الرجل تقول اجي خدم معايا في السوق، وهي مع باه تيقول ما تمشي عنده لاباس عليه وكذا وكذا وانت شتي الخير اللي عنده وهذا وهذا وهذا، ولكن هو نهار اللي تاكد بان الفلوس كاينه بداك البيت طاحت عليه واحد الفكره شيطانيه، وانا قال لمو انا راه بغيت نتزوج بنت خالي بنت خالتي،
فوزان لا تزوج بها ولا باس مزيان وليك انت غتزوج مزيان الحمد لله قلناك شحال هادي بلا قلناك شحال هادي ونتزوج بها نيت وانا غادي نبدا نخدم مع راجل خالتي في السواق اييه شنو فيها ومالك تعلم البيع والشراء وتعلم هادي وتعاونوا وكذا كذا كذا خطب بنت خالته الخطوبه كانت مقبوله بنت خالته مسكينه بنت غاديه للدار خبز الدار كما تنقولوا غاديه للدار ما تمشي لمدرسه لا والو هذا جالسه تما في الدار فرحات بداك الجواز مسكينه ما تتعرف لا خليل ولا واحد في الزنقه ولا كذا الله هي نيت كانت تشوف فيه مسكينه الشوفه ديال الرحمه يا ربي تزوج بيا حيت هو اللي كاين في السوق هو اللي كاين في العائله خطبها فرحات ديك البنت العائله كلها فرحات ولا تيجي عندهم بها ولا تيدور بها بزاف مزيان تقول لي اودي خليني غير شري واحد الدويره ان شاء الله شري الدار نسكن لكم معايا راني خدام تنوجد باش نشري شي دار فوق ولتحتي ونسكن لكم معايا بنتي عندي غير وحده وسكنت انت معايا انا تحت ولا انت الفوق وهذا وهذا بيدي المستقبل ديالو الاخر بقات يخرج مع ديك البنت مره مره انا نخرج نخرجها البنت غير من الدار مدات بجلابه ودي الفول راه تابعها من اللور هو مطاور مدواز هو كما تيقولوا من البار للدار من دار البار مدواز مخرج ديك البنت وتيدير معها لونكيت تيبحث معها تيقول لها باك ناوي ان شاء الله يشري دار وسكننا ايه ومالو من ياخذ فلوس من البنكة يسلف من البنكة تقول لي با ما لياش فلوس من البنكة يا رب غير عندكم تما في الدار ايوا خصو يدو من البنكة تيقلق ديك البنت وتيسولها من خلال المسطرة اللي صوبتها انا بيدي كنت تنبحث في هاد القضية هادي وكانت مرت خالته تتعاود وتتقول كان تيخرج بنت يبقى يسول على الفلوس بها واش تحطهم في البنكه واش حاطينهم في الدار والبنت كانت تقولها لي وانا ما فقتش ديك الساعه ما قلت تتقول لي انا ما فقتش ما عقدتش بيع يدينا الفضيحه شنو هي الفضيحه اللي دار واحد النهار قرر تاخذ تدابير كان واحد السوق تيمشي ليه راجل خالته بعيد وداك السوق تيبات فيه راجل خالته عارف هو داك السوق تيبات فيه راجل خالته تيبات في واحد الدوار تما ما تيرجعش باش يدوب السوق الثاني اللي تابعه بحال نقول تيمشي لحد السوق لحد وتيبات تما في واحد الدوار حدا السوق لحد بس صباح صباح في سوق اثنين عاد تيهبط لدارو عارف داك السوق تيبات فيه عارف الخطه ديال البلان ديالو هو في تفلت وقال لمو قول لي امي مالك ما طايت على مدام سما بنت خالته مدام قول لها جاي يمها ندورها شويه هنا في تفلت وياكلوا معنا وتعشوا معنا وباتوا معنا وكذا الام جاتها من جنتي والناس تعرض على اختها وتجي بنت اختها وبنت اختها عمرها ما جات معها تفلت جات ولكن عمرها ما جات وهي مخطوبه منه هو صافي دير غيخرجها في تفلت يدورها يساريها غتشوف مزيانه هاد القضيه هادي هاديك هضرت مع اختها وقالت لها اجي عندنا بحال نقولوا نهار الحد حد لي وانت الراجل غادي يبات في السوق باتوا معنا حتى لغدا اثنين ان شاء الله وركبوا سيرو اتفقوا على هاد الشيء هذا وجات الخاله مع بنتها اللي عندهم واستقبلهم هو استقبلهم وجلسوا وتغداو وقال لهم انا غنخرج انا ورجع هو يشد طاكسي كورسا من تفلت وزان عرف الدار خاويه عرف راجل خالته راه في السوق خالته هي عندهم في الدار هي وبنتها عرفتني خاويه علاش رجع لانه غفلهم الوقت اللي كان تيجي عندهم واحد الوقت وهز لهم السوارت وخرج عليهم خرج على السالو ديال الباب ديال برا وخرج على السالو ديال البيت وخرج على السالو ديال الماريو البيت ديال بوم الماريو وخباهم حتى جات ديك المناسبه ديك المناسبه خلاهم جاو للدار هو ركب في طاكسي كورسا ومشى من الطاكسي عرفناه وتعرفنا عليه وبحثنا ما قالك داني كورسا وقال لي تسناني ديتو الوزان وقال لي تسناني قص في واحد الساعه تنسناه دخل مع شي دروبه ورجع وقال لي يلاه نمشيو بحالنا اش دار فاش جا ديك الدار جا تسلت دخل شاف الزنقه خاويه حل الباب سد عليه دخل مشى ديك الماريو حل في الماريو قال لهم هنا حل واحد النجر تلقى 70 مليون 70 مليون اللي حاط مسكين داك الراجل تما الراجل ما تيعرف بنكه ما تيعرف فين يخبي تعرف صحاب لي زعما سد عليهم بالسالوت صافي الدار ما عايش مع حد هو مرته وبنته ما كاينش اللي غيمسو وهو تيعرف الخدمه الجامع الدار مشي السوق وجي فليساتو حطهم تما ناوي يشري الدار كيما قال لي واحد النهار قال لي غادي تشري دار اشري دار ونسكنك معايا فوق هز ديك 70 مليون سد المجر كيما كان سد الباب ديال البيت
طل هاد الجهه برا تشرب الزنقه خاويه هو يسد الباب ديال برا وسلت وهبط معه الزنقه كما مور الطاكسي قال رجع تفلت ورجع تفلت من وزار رجع تفلت خبى الفلوس ودخل عندهم عادي فين كنت يا غا هنايا خارج مع شي اصدقاء وخرج بنت خالته غنخرجوا ندور شويه تشوفي تفلت في الاشياء كي داير خرجها دار قهيوه وجلسها وتهضر مع المستقبل تيقول لي اش غنسميو ولدنا لا ولدنا ولد اش غنسميو تقول لي سميه على با سي مصطفى تقول لا سميو انا على با سي ابراهيم نقريو ان شاء الله البنت تحلم والعرس نهضرو نهضرو على العائله العرس ما نهضروش على الناس غير العائله عائلتكم وعائلتنا ان شاء الله وخالتي وخالتك وعمتي وعمتك كل مسكينه خدامه تتحلم تتحلم ولا تتبغيه كنتي خارجه في وزان كنتي ساليها في وزان كنتي ديها فيما بغا في وزان وكنتي خليو غير بوحدو هي وياه في وزان وفتفلت خرج هذاك النهار وسالها ومشى بها وما جابهاش شي وقت في الليل عاد جابها كيما تقول ما جاو معطلين ودخل للدار الشريف بوها جا من السوق النهار الثاني تسوق كيما نقولوا الحد واثنين تسوق اثنين وجا في العشية ديال اثنين جا للدار وعرف بأن مرتو راه مشات عند ختها عرف بأن مرتو راه خصها تجي في العشية ولا ما جاتش شي اثنين في العشية غتجي ثلاث في الصباح نهانية دخل لدارو حل لدارو دخل البيت جبد ديك البركة اللي عنده باغي يزيدها الفلوس الاخرى المحطوطه ما لقى والو تيقلب ما لقى والو بدا تيغوت عيط لمرتو قال لي عتقيني راه الفلوس مشاتينا من الدار شكون اللي داك الفلوس من الفلوس هذا ما هذا عيط للبوليس جاو البوليس قال لهم سيدي تسرقت كيفاش تسرقتي سرقت سيدي الباب تحل بالساروت جاو البوليس داروا المعاينه ديالهم البوليس ديال وزان تيشوفوا الباب محلول بالساروت شي بصمه باينه ما كايناش الباب ديال البيت محلول بالساروت الباب ديال المجر محلول بالساروت الفلوس مشات 70 مليون عندك انت هنايا 70 مليون اسيدي كي كنتي داير لها ومخبينا يا وديال هنا ومخبينا غلطه ديالو واغلاط كبيره تتوقع بحال هكا الناس اللي عندهم فلوس شويه زايده تيخلو عندهم في الديور ولا اللي عندهم ذهب كبير شويه بزاف ديال الذهب تيخلوه في الديور ما تسرقش تيقول لهم تنجيو البوليس وزعما مول فين تخلي لك شي تما عمرنا ما تسرقنا عمرنا ما تخليوه تما بحال داك تيكريسيو ديال سيري تيكريسيو تيدو لي بورطاب وزعما ديما تندوز الشاف زعما ديما تندوز عمرنا ما تكريسينا ولا قربنا شي واحد انا الناس تيكريسيو كل نهار تيسرقو كل نهار ما تجي فيك النوبه تتكريسا كنتي في واحد البلاصه ما خصكش تكون فيها تاكل العصا فيها ملي تتسرق من دار كلشي تيقف دارو ولكن ملي تجيك الضربه تتسرق موس الدار كاع من الاهل ديالك الفلوس اللي كانت كثيره والدوله كان كثير كاين البنكه كاين البوسطه كاين فين تخبى ما تخلاش في الدار البوليس قال لي شكون اللي عايش معاك قال عايش معايا مرتي وبنتي فين هما رابطي فلت خصهم يجيو فعلا هو من علمهم جاو لغد جاو لان الحاجه في الليل ما قدرش يجيو في الليل الاخر قال لهم حتى غدا ان شاء الله مشيو الصباح ندو كريم مشاو مشى معاهم هو مشى معاهم ودخل وتيشوف وتيتكلم وتيهضر كيفاش وقع وحنا دينا العائله وكانوا عندنا العائله هو زمان فاهمين تيفهم عند البوليس ولا كشي وهذا البوليس داروا المراه المحضر ديالها بانها كانت عند اختها وبانها ما رجعتش وراه الوزان بنته تقول ما رجعتش اختها تقول ما رجعتش نسيبتها وقلنا ودي حنا تعشينا معاها وبقى تما وعست معنا وانا مخاطب بنته وخرجتها خرجتها في تفلت مشينا لهاد القهوه مشينا لهاد الباسيسري مشينا كذا ورجعنا في عندنا وهذا وهذا ولكن انت واحد المهضره ديك الوقيته ديال ديك الربعه الخمسه الربعه السبعه ديك الوقيته اللي ورا الغدا ورا لا سيست فين مشى عندو قال مشيت عند شي صحابي هنا وجيت هذيك الوقيته هذيك تما فين لعب هو واحد السيد تيقول من شهود ديال دوك الناس واحد الشيباني تيقول وقالها لواحد البوليسي من كان البوليسي يدير المعاينه عزل واحد البوليسي قال ليه ودي داك السيد تيجي عنده الله علم نسيبو ولا ما غيتزوج بنته ولا حنا جيرانو كنطالع من ليه من الجامع وتيبان ليه بحال خرج من الدار الله اعلم مي قد تقول الخمسه الخمسه ونص هكاك داك البوسي قال الشاف لابيجي الشاف لابيجي قال له جيبوا داك الشيباني جابوا داك الراجل الكبير قال لي شنو شفتي
قال لي انا شفتك نسيبهم تيجي عندهم، داك الطويل داك المقدر، هو كان مقدر طويل. قال لي شتو ديك الوقيته ملي خاطر 4 5 بحال خارج من الدار، والله اعلم شتو بحال سد الباب وخارج، وانا كنت بوحدي في الزنقه تنشوف. جالس لي ايه خرج من الجامع شويه عيان وشتو بحال خرج. داروا داك الشيباني محضر لما جا داك خينا متفلت مع العائله، السرقه ما السرقه مشى للكوميساريه عرفوه هو علاش تيهضر الشيباني، جابوا الشيباني. قال لي واش هو هذا؟ قال لهم هو هذاك شتو خارج. قال له خو انت كنتي خارج؟ قال لا سيدي انا ما جيتش غير الوزان، ما جيتش. قلت يا الشريف واش متاكد؟ وا سيدي الله اعلم. بدات الهضره ديال واش شيباني تنترجع عند 90 عام، قال لك شافوا ما شافوا، حقه من البعد شافوا كاع يدير يشوف. شي تيقول ايوا يمكن شافوا، شي يقول لا ما شافوش. شدي ورا السيد الاخر الشيباني تيقول انا العلم لله، انا بحال جاني هو هذا خارج من الدار بحال جاني يا سيدي. الشيباني تيهضر بواحد الطريقه مسكين كبير في العمر، تيقول هذا شاد ولكن ما متاكدش، ولكن بان لك بحال خرج من الدار الله اعلم. الاخر تيعرف يهضر، كيفاش غادي نخرج؟ واش انا نديكم تيفلت تمشيو معايا تيفلت؟ شوفوا تما الناس اللي كنت معاهم في القهوه فين كنت جالس انا والسيده، واش انا عندي طياره؟ واش كذا واش كذا؟ داو لي محضر، داو لي محضر، صنتوا ليه، صنتوا داك الشيباني، صنتوا الضحيه، صنتوا مراته وبنته، صنتوا كل شيء. هضروا مع الوكيل ديال المحكمه الابتدائيه ديال وزان، قال لهم قدموهم لينا في حاله صراح، قدموا في حاله صراح باسكو عنده انكار، قدم في حاله صراح ونشوفوا معاه نبحثوا معاه. واحد السيد من الناس ديال الخير، الناس تيبغيو الخير واللي تيبغيو المنكر، هز التليفون ديالو وعيط الاستاذ بن حداش اللي كان هو كيما قلت لكم النائب الاول ديال السيد وكيل العام بالقنيطره. قال لي يا ولدي واحد القضيه كاينه عند البوليس ديال وزان، اش فيها اش فيها اش فيها؟ قال لي وانا عاودت هضرت مع داك الشيباني، بواحد هضرت معاه واكد لي بانه شاف هذاك خرج، وداك خينا راه نكر، راه نكر وراه يتقدم للمحكمه محضر فيه الانكار، وراه تقدم ديك الراجل غيدير 70 مليون. سيرتو ما كانش حجه ثابته ضده الا داك الشاهد. الاستاذ بن حدج كان ديك الساعه وزان راه باقا تابع للسيناب ديال القنيطره، عيط السيد وكيل الملك ديال وزان تاكد منه بهذاك الكلام هذيك القضيه هذيك، وعيط للشرف الشرطه رئيس الشرطه القضائيه، قال لي شوف هذاك السيد عنده الشاهد ضده، وهذه مفاتيح مزوره حلوا بها الباب وكذا 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 وكذا. هذاك السيد غتقدموه بديك المسطره ديال الانكار ديالو، غتقدموه في اقرب وقت غدا ان شاء الله يتقدم لك حد صراح. قال لي ايه غتقدموه لمحكمه الاستئناف، غتجيبوه عندنا الاستئناف. من حقه الوكيل العام يقول هذه الهضره هذه، لانه السرقه ان ظروف مشدده والشاهد تيتهم ذاك السيد، تيتهمو وهذاك خينا 70 مليون ما غاديش يدوزها، هو غب محضر يدير فيه الانكار ويقول الشيباني مواجه شتك الله ما شتك الله يعاون الله يعاون. قال لهم هذاك السيد غتجيبوه عندي هنا، وجابوه لغدا في تقديم في حد صراح، وجابوا الشيباني شاهد فيه وجابوه لمحكمه الاستئناف في القنيطره. اش تيدير بالخراس ديك الساعه؟ الاخوه تعرفوها، كنت انا في لاباك، لاباك فرقه محاربه العصابات، وكنت مع واحد العميد سميتو السي العباسي الله يكثر خيره، اتصلت به ولا بعد التليفون عرف قلعه السراغنا، هضرت انا وياه جبدنا الحديث ضحكنا شويه، وعيط عليا هذا الاستاذ مهدش، وعيط عليا بداك الصباح، ودخلت عنده المكتب ديالو وتلقى هذاك الشيباني وتلقى ذاك المتهم وتلقى الضحيه، الضحيه في واحد الحال ذاك الضحيه تيبكي تا وسط المحكمه، وتلقى مرتو ديك بنته، ديك بنته مسكينه بواحد الفراره. قال الاستاذ قال لي هذا هو الضحيه، هذا هو الشاهد، هذا هو المتهم، هذه اللي خاطبه هذا. وتنشوف واحد الفرق كبير انا من ديك البنت من الخطيب ديالها، ذاك المتهم اللي موجه عليه التهمه، فرق كبير. انت هايله ديالو كا هو واحد هذا شو شي ما هنايا تريكوات مكتوب في مكتبه ما جاتش معاه تكون مرتو، انا في نظري. قال لي غتعاود معاهم البحث من جديد، انتقل مع تخينا لدارهم تفلت ودير لي بريكيسيون دوميسي، تقلب لي الدار كامله وراني كل شيء اش غندير، وزر بهذا البحث هذا راه تقدموا اليوم راه شي فحال الاعتقال، راه عندك 24 ساعه قد نزيد 48 ساعه قد يرى فيها شي حاجه. انا هاد الانكار ديالو ما عجبنيش. ادينا السيد المقر ديال محاربه العصابات اللي كان عندنا
واحد الجهاز سميتها الحداده، تعرفوا القطريه، ودخلنا تما دينا معاه البحث من جديد. فين كنتي؟ فين جيتي؟ فين درتي؟ فين فعلتي؟ ديك المراه كذا. بديت معاه فتفلت ذاك النهار، تنسولت اولا امه وخالته ديك ومرته ديك النهار الصباح من الصباح فين كان. بقاو معايا في الهضره وتيعاودوا لي تيعاودوا لي، توصلنا لديك وتغدى وجلس شويه وخرج، تغدى وجلس شويه وخرج. ربما هذا هو السؤال اللي ما عطاوش ليه الشرطه، ماشي حنا تنقولوا ما تعرفوش يخدموا، ولكن ماشي هما ملزمين كان الاسئله يعطيهم. عطاو ديك الوقيته ديال ورا الغدا، دار لاسياس تخرج، خرج وجا حتى من تما من نقولوا جوج ونص للسبعه تيقول خرج، خرج ما عرفت فين مشى، وجا في العشيه وخرج البنت، وخرج البنت. انا قلت مع راسي هذا النهار كله هو خرج، وجات حتى العشيه ما عاد غيخرج هو البنت. كان عنده نيه خرجها في النهار، خرجها في الليل، عاد بغى يخرجها هو. انت يمكن بغى يثبتهم بانه تبت يدوخهم ديك خرج البنت. كنت تنسولو كيف ديك فيك انت من خرجتي مع 12 زعما قالك في القهوه. إن اخوان شي صحابي صحابك تما هي كاين صحابي خرجتي معاهم وكذا. اه يلاه تفلت هزينا مشينا معاه لتفلت، مشينا معاه للدار ديالو فين ساكن مع والديه. دخلنا تنقلبوا الدار فين تتناس، تتناس هنا فين تتبسط، ويخرج واحد خو موظف، خو نفسه حارة. والسلام عليكم. السلام. عرفنا منين خرج، اش كاين اخو؟ والو باس. قلنا له اخو حنا لابيجي ديال القنيطرة، خوك راه عنده واحد التهمة، اش كاين اش كاين؟ جينا تنقلبوا الدار، ربما مخرب شي حاجة هنايا. قال لك اخو اش عندنا هنا في الدار؟ ومرة مرة تيجي بات هنا، سيروا السيدة تعيش معاه، سيروا سولوا ديك السيدة تعيش معاه، راه تعيش مع واحد خيتي. سير وريهم. قال خو دار خو ما حشمش منه، قال سير اخويا وريهم فين تتبات. وتتقلبون الدار مريضة، وشوف حالتنا والجيران والطوبي دبوس قدام الباب، اش عندنا اخويا؟ ما حنا شفارة. وجايبين هو مشادينه بالمينوط في يديه هكا تيهضر. وحشومه صاحبي، قال لك حشومه. قلنا له تنخدموا خدمتنا من حشومه، تنديروا تنفتشوا التفتيش، تنقلبوا لا لقاو الفلوس اللي متهم بها خوك هنايا. قال لك هذا قلبوا اسيدي، راه تيناس داك البيت، البيت اش فيه؟ في غنى موسي، قلبوها وسيروا شوفوا البلاصه اللي تيمشي لها. اغلب الوقت تيباس مع ديك خيتي، ما تيحملش ديك خيتي اللي خوها معاه. ديك خيتي تيقول لنا واحد خيتي راهي عايش معاه وتعيش معاه، سيروا شوفوا معاه. قلبنا الدار ما لقيناش، قلنا يلاه دينا عند خيتي اللي قال خوك. وقال لك اصاحبي هاد السيده تنعرفها، كنت غنتزوج بها ما تزوجتش بها. صافي وشحال هادي بعدا كاع ما تنطلع عليها ما تنشوفها كاع تماما. واخوك تقول تثبت برا فين تثبت؟ وهذاك راه ما عنديش معاه بعدا، وما عنديش معاه، وما تنهضرش معاه، هذاك ما تنحملوش. بقى تيطعن في خوك داك. قلنا لا، ورينا السيده، ورينا السيده اللي تثبت عندها، واللي تمشي عندها، واللي كانت خليله ديالك وتخاصمتي معاها، وفين دارها في كاينه. قلنا لي الله معانا، بقينا غاديين به مع القامه يدير. دانا لواحد الدار خارجه شويه على تفلت، مشينا لواحد الدار تندقوا، داق 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 داق. دقينا واحد المره خرجت حتى سمعتنا تندقوا، قلت لها لاباس بخير اش كاين؟ قلنا لها فلانه. انا قال لك راه هي تما عاد دخلت دابا، قلت غير دقوا تما مزيان. بدا تندقوا والسيده ما تتجاوبناش. السيدة قلت لها دخلت للدار وانا نبدا ندق، وقلت لها حلي انا حلي وغنفرعوا الباب، راه حنا غنفرعوه. ما كنت غنفرعوه انا ضربت الباب برجليا، تنذكر ضربت الباب برجليا. قلت لها حلي الباب مخبينا انا، طاف ضربت الباب برجليا. قالت لي شوف شوف ما تفرع باب، ما يفرعك باب من داخل الصدر، انا غنحل سيدي. واه انا غنحل. ويدي الباب فحلته واحد المقدره كيديرها يقول اه. شفت الاخر مربوط بيديه، قلت لها دخلي قدامي، دخلي بوليس، دخلي داخل. انا سيد داخله. قلت لها التعليمه ديال السيد الوكيل العام، ندخلوا. سيجي كتخينا، سيجيني قالت لك انا ناويه زعما نتزوج به الا كتب الله، واخا هو فيه المشاكل وفيه هذه وهذه وهذه. يدخل علاش اخويا جابني البوليس؟ اش دايره انا؟ دارت فيه علاش جابني البوليس؟ وقال لا تيخدموا شغلهم. قالت شنو شغلهم تيخدموا؟ شنو شغلهم؟ دخلت قلت لها شوف تصنتي الله يرحم باك تزيد هذا الشيء، تنحاول نمثل لكم الموقف كيفاش كان انا اللي خدام فيه. معايا الاخوان اللي معايا راهم تيشهدوا عليا دابا، راهم تيسمعوا فيا. ودخلت قلت لها تصنتي الله يرحم والديك، جوج كلمات غنقول لك، انت ما تدخليش في هذا الصداع مع تخينا. قلت لهم خرجوا هذاك شويه برا، خرجوه. وانا تعزلتها بوحدها كذا، شوفي هتخينا ما تدخليش معاه، هتخينا مكحله ودير واحد المصيبه كبيره وراه غيجرك معاه هتخينا هذا. قلت لها شي خويا الجرنا اش غيديرها؟ قلت لها الفلوس اللي جابك هنايا. قلت لها ما عرفت اخويا راه جاب شي حاجه حاطه تما، راه شتو حطتي فلوس تما، انا بعيده من هذا الصداع.
عرفات بان السيد سرق، عرفات ان حط فلوس، شاف فلوس محطة تما عندها، شافتو جبناه حنايا، قالت لي كما هذا دي قاتل شي روح دير شي مصيبه، ما انا قلت لها راه غندخلش معاه وغتمشي معاه للحبس وغديري، قالت لي راه هما لقينا 20 مليون محطوطه جمعها، وكاين واحد الماريو مدخلها تحت الماريو، ماشي في شي مجرد تحت الماريو، دخل يدوها لي جبدها جبدها، قال لي راه تحت فين جبدها، هو يجبدها. خرجت السيده قلت لها غتمشي معنا عافاك، حيت دخلت عندك الدار وندير لك واحد المحضر، الله يكثر خيرك، ندير لك واحد المحضر باش تبرئي نفسك. ديناها الكوميسار ديال تيفلت، ودخلنا عطاونا واحد البيرو، درنا له محضر تتقول فيه انا فعلا هاد السيد خليلي وناوية زواج معاه، ويترددوا على مسكني كيجي عندي ديما لداري، ديما تيجي بعض مرات تيغيب بعض مرات تيجي، وقلنا له واش خبارك هو غيتزوج؟ قالت لك انا لسه في علمي بانه غيتزوج شي وحده، الله اعلم ما عرفت هذا عنده، قالت لك كما قلت انا قلت لك عنده ماشي غير وحده، عنده وحدات انا غنتبعها وديرها دايره، وتقول بانه راه جا عندي والبارح وراه دخل وقال لي الفلوس خليها هنايا، راه كاين شي همزه درنا في شي بيعه وشريه، وشاف ديك الفلوس وقال لي راه شي مليون خباها تما ودخلها تما. انا والله انا قلت شكيت فيه، دخلني الشك في ديك الفلوس، خليتها تم حتى يجي ليها، من جيتو معاه وريتها لكم. قلنا السيد قبل ما نخوي تفلت ورينا فلوس اخرى فينا هي، الله يرضي عليك الله يرضي عليك، ورينا فلوس فينا هي، راه ما كاينش غنمشيو حتى للقنيطره ونعاود نبحثو معاك ونعاود نردوك ونعاودو كذا ونعاودو كذا، هاد 20 مليون بين هاد لك انت باقي الفلوس اخرى. قال لينا راه في دارنا، في داركم، مشيو لداركم. مشينا لدارهم من جديد ودقينا وخرج داك خوه، وقلنا لمو الهضره، قلنا الاول واش تسمح لينا باش ندخلوا للدار وكذا كذا، قالت مرحبا، وقلنا لخو انت دابا واش تسمح لينا، اش وقع اش وقع اخوك تيقول فلوس هنايا، قال لك اسيدي الا كان هادشي دخلوا مرحبا بكم، دخلوا وبحثوا كيما بغيتوا، حنا كنا تنديروا هذا البحث، ولكن ما ننساوش واحد القضيه، تنديروا المحاضر ديالنا، المحاضر في عين المكان اللي تيسمحوا للناس باش يدخلوا، كيما ديك خيتي درنا ليها محضر، دخلنا عندها فعلا دخلنا، ولكن درنا المحضر بان سمحنا باش ندخلوا، ولكن من الجهه الثانيه فاش جينا عند خوه قلنا غدير واحد المحضر بانك لا تسمح لنا ندخلوا للدار ديالكم وكذا كذا، درنا محضر لمك، قالك ديروا اسيدي درنا لي محضر ومضاه، ودخلنا للدار مشينا البيت في تينا تكخينا، ولقينا مخبي الفلوس واحد الجهه مكاشيه مخبيها، واحد التصويره وشد ديك التصويره وحيدها من بلاصتها، ودار واحد الشرجم صغير باش تيدخل تيدخل الضو، وسد بها داك الشرجم وحطها هي من اللور، داك الشرجم عنده الحديد من اللور صغير وحطها من اللور، حط فلوس من اللور، كاينه فلوس شويه ناقصه، ناقصه شي 2000 درهم ولا 3000 درهم، حنا نجيبوها، جبناها للقنيطره ورديناها، درنا المحضر في الاعتراف والحجز وداك الشيء اللي خدينا من عنده كله، وبين لنا بانه عطف، وحنا المجرمين اللي تنبحثوا معاهم لما تنوصلوا لكل الحقيقه تيبقى بيناتنا واحد شويه الضحك في الاخر، كيد هو داك الشيطان دابا هاد المسكينه البنت هادي انت واخده باش تزوج بها، اودي قال لي اش غنزوج بها، بغينا الريالات ديال بوها جمعهم تما وحاطهم اش غنزوج بها، هذيك ديال الزواج هذيك، وقلت لي هذيك لالك وحسن منك ديت ماشي ديال الزواج، هذيك بنت عائله مسكينه ودار فولا راسها محدور وعينيها قام تتسو فينا، تا تصلح لك انت غير اللي خليت عندها 20 مليون، ديك 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 تخيتي كي دايره بحال الفيدور هذيك تصلح لك نيت، هي اللي غتبعك للحبس، راه ما تبعك لا امك لا باك، تجيبك شي باكي هاد الكارو وتجيبك شي قرا هاد الحليب، اعترف داك الشيء كله، وقدمناه للمحكمه، عاود قدمناه فوق القانوني، قدمناه للسيد الوكيل العام استاذ بن الحج، قدمناه ولكن مشى السيد الحبس وقدموا التحقيق بالاعتراف، بلا ما نقول لكم انا على شحال تحكم، قبل ما نقول لكم شحال تحكم قالت واحد الحاجه خايبه ما عجبتنيش، لما قدمناه دازت واحد 10 ايام وحنا خدام، تتبان لي هذيك المراه خالته من فوزان هي وديك بنتها تيهضروا مع واحد البوليسي في الباب، وانا نطل من الشرجم وانا نعيط للبوسيك ليه شنو مالهم؟ قال لي بغا يهضروا معاك تيقول لهم يدخلوا، وانا ندخل ديك المرة، اش قالت لي؟ قالت لي ودي الحمد لله رجعت لنا ديك البليسات اللي ضربني مرة جديدة مالها شحال من عام، ودرتو فينا هاد الخير الله يكثر خيركم، كان غير نمشيو هكاك
ولكن عندنا واحد القضية بغيت نقول لك أشتريف. قالت لي يا بنتي من خطبها وبدأت يخرجها في وزان، خرجها هنا وتخرجها من هنا، راه ما بقاتش بنت ولات امرأة، افتض البكرة ديالها عزكم الله. بنت علي قالتها لي، قلت يا أمي راني ردني امرأة ما بقيتش بنت، غتصبع راه نسميها اغتصاب، افتض بكرتها خرج عليها. غفل لهم الوقت اللي كنتي خارجه في وزان، شوف في كانت يديها، او في داك النفس دار تبت في كانت يديها، ما بغيتش ندخل نعمق البحث فين داك فين جلستي فين كذا فين كذا، ماشي من حقي. وقلت لها دابا بنتي اسمع شنو غنديروا؟ لا حنا شوفي، حنا كنت صرحتونا بهذا الشيء الوقت اللي كان بين يدينا، غادي نديروا واحد المسطره لاحقه، هذيك المسطره الاولى شكيو بها قول اللي بغيتو ندفعوا، ولكن دابا ما عليك الا تقدمي بواحد الشكايه للسيد وكيل الملك، شكايه جديده قبل ما يتحكم، دير لوكيل الملك قول له ولدي حنا تقنا فيه واش كاين اش كاين اش كاين، ولكن هاش دارنا في بنتنا، دابا خرجنا على بنتنا، وخلي هذيك القضيه يدمجوها مع القضيه الاخرى، وراهم تيعرفوا في المحكمه وياخذوا لك حقك. والله ما عرفت اش دارت ديك السيده في القضيه، ما تبعتها شي، وحنا ما تبقاوش متبعين وحتى ندفعوا المحكمه وصيفتها تما، ما يمكنش انا غندير لها محضر وكذا وكذا، خصها شي كاين وكيل الملك، تعاودي من جديد، غيقول لي وكيل الملك لا فيك انت انت دابا، انت اليوم عاد تفكرتي القضيه، سيري ديريكتومون ديري شيكيتكم، جات دارت شيكيتها عنده ونصحناها كيفاش دير كيفاش تعمل كيفاش كذا كيفاش كذا. ومن حسن الحظ كان واحد الكاتب عمومي كان قريب لينا تما، وقلت لواحد قلت سير قول لي يدير لها واحد الشكايه ديالها يصوب عليها مزيان داك الشيء. صعب عليها وكذا ديال الوكيل الملك، ولا جابنا تعليمات غادي نديرو حنا نشوفوا واش غنديرو فيها، ولا جاتنا شي حاجه وهذا القانون ما مشيش انا. وخبرت السيد الوكيل العام سي بنحتاج دي استاذ اش كان اش كان، صيفطت هذه الشكايه للسيد وكيل الملك، قال لي مزيان هذه ما نسال خلاها، وديك الشيء كان نعرفوا كيف نتصرفوا فيها. وداك خينا مشى وتحكم 4 سنوات ديال السجن. ما هو خلى ديك البنت نظيفه ونقيه بنت خالته؟ ما هو تفكر الخير اللي كان تيدير في هذاك الراجل تيعطيه كل مره تيدور معاه؟ ما هو فكر ديك الدار اللي كان غادي ذاك الراجل مسكين يشريها وغيسكنوا الفوق وغادي يخدم معاه في صناعته؟ ما هو ما خل ما دا الفلوس اللي سرق تبرع بها ولا شي حاجه؟ حشم جيرانهم وحشم دارهم والبوليس واقفين داخلين خارجين، شوف العقليه عند هذا البشر، شوف كيفاش تيخمو هاد الناس هادو. ومشى للحبس. الله يحفظكم، الله يحفظ وليداتكم، نتمناو هاد الجريمه استفدوا منها بعض الناس. استفدوا وهذا الشيء كله سبب الطمع اللي بقى في هذيك البنيه كما قلت لكم مسكينه مشات ضحيه ضحيه ديال هذا الشيء هذا. والله ما عرفتوا واش داروا ديك القضيه ديال الشكايه اللي دارت به، والله ما عرفتوا فين مشى دابا، انا عرفتوا خارج دابا راه خارج، علم الله اش تيدير دبر راسو كي الله سبحانه وتعالى. والله يحفظكم ويحفظ وليداتكم، ديما تندعي معكم تندعي مع وليداتكم، ونتمنى الله من الله هاد بحال الجريمه تسمح من بلادنا ما تبقاش هي ولا سبب الطمع والجشع، ولكن ديما تيكونوا ضحايا، والضحايا هما اللي تيهمونا مساكن، وحنا تنديروا هاد الجرائم باش تكون افاده الناس باش يكون ما يكونوش ضحايا. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.